طيب المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، الحقيقة المهندس هشام له دور كبير جدا خلال هذه الأيام في كثير من الأمور، والله يكون في عونهم الحقيقة، لأنهم دلوقتي مخولين بكثير من الألعاب ومخولين بكثير من القرارات اللي بتبقى دايما مؤثرة في الرياضة المصرية. برضو نطمن منهم على مثل هذه الأمور وماذا سيحدث خلال الفترة اللي جاية، الدورات الأولمبية. باشمهندس ازاي حضرتك يا فندم؟ اهلا يا كابتن اسامه، اهلا بيك. اخبار حضرتك يا فندم؟ كله تمام؟ كله تمام الحمد لله، نعم الحمد لله. الحمد لله. يعني اعتقد ان دور اللجنه الاولمبيه خلال هذه الايام واضح وكبير جدا يا فندم. والله الحمد لله، احنا كل اللي احنا بنعمله يعني ماشيين في الخطه بتاعتنا للهدف، والتعليمات والتكاتف الموجود والتناغم الموجود مع الدوله وتحت مظله الدوله، هو ده اللي احنا بنصبه له دايما، عشان هو ده صالح البلد. اللي الرياضة جزء منها، ما يهمنا البلد نمرة واحد والرياضة نمرة اتنين بإذن الله. طبعا باشمهندس هشام، الفترة القادمة أو كان هناك كلام خلال الفترة السابقة على أنه من الممكن أن يتم تأجيل دورة الألعاب الأولمبية والكل ينتظر ماذا سيحدث، هل بالفعل هيتم التأجيل؟ هل ماذا سيحدث داخل مصر برضو، لأن احنا عندنا أبطال كتير اللجنة الأولمبية بتعدهم للأولمبياد القادمة؟ والله لغايه دلوقتي احنا ما نقدرش نقول في حاجه واضحه. احنا عندنا كونفرنس كول، اجتماع مع رئيس اللجنه الاولمبيه عن طريق الفيديو كول او كونفرنس كول يوم الاربعاء الجاي باذن الله الساعه 5، هنسمع منه كل حاجه، واحنا محضرين له شويه استفسارات من دلوقتي بنبعتها له. الحاجه الوحيده اللي احنا بنقول ان في بطولات مؤهله كتير اتوقفت وتاجلت، فهل هيلحقوا اللجنه الاولمبيه الدوليه هتلحق تعمل بديل التاهيل ده؟ الله اعلم برضه، ما اعرفش هيتعمل ازاي، انما احنا كل اللي يهمنا ان الدوره تتعمل في وقتها، ان ما اتعملتش في وقتها تتاجل شويه عشان التاهيل، انما لن ندخل الدوره دي الا واحنا ضامنين تماما واخدين تعهدات تماما ان كل الاجراءات الاحترازيه وكل الاجراءات اللي هتضمن سلامه منتخباتنا هتبقى 100% مظبوطه، لان يهمنا جدا جدا سلامه المنتخبات قبل المنافسه على اي ميداليه موجوده، لان ان شاء الله الميداليات هتبقى كتيره والدورات كتيره، انما شبابنا مهم جدا جدا، اهم من كل الدورات هنا عندنا. طيب باشمهندس هشام، اذا اللجنه الاولمبيه المصريه ماشيه في طريقها في اطار اعداد البطل الاولمبي خلال الفتره القادمه؟ طبعا احنا ماشيين، وحتى البيان اللي نزل امبارح من اللجنه الاولمبيه او من معالي الوزير او من دوله رئيس الوزراء، كل ده يعني بيتكلم على الرياضه بصفه عامه، اما المنتخبات والاعداد بتاع المنتخبات بتاعتنا طبقا للخطه الموضوعه لاولمبياد طوكيو اللي اتطرف عليها كتير جدا جدا جدا، واللي احنا يعني على الامطار الاخيره من المنافسه فيها دي، لا غير مشموله خالص في هذا القرار، والتدريب شغال بنفس الكيفيه اللي احنا حاطينها في الخطه يعني. طيب باشمهندس هشام، ايضا اعتقد او مش اعتقد، هو من المفترض ان دايما الدورات الاولمبيه بيجي بعدها الانتخابات بتاعت الاتحادات وكذا وكذا، معنى تاجيل الدوره، انا مش عارف ده، انا بسال حضرتك يعني، معنى تاجيل الدوره الاولمبيه هل ده معناه تاجيل الانتخابات الاتحادات المحليه في كل بلد وكذا وكذا، ولا لا ملوش علاقه؟ لا حضرتك، له علاقه طبعا، اللي هو المفهوم دلوقتي طبقا للقانون، القانون بيقول الدوره الانتخابيه بتاعت الاتحادات الرياضيه عباره عن اربع سنين او 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 او, أو انتهاء الدوره الاولمبيه ايهما اسبق. النهارده لو الدوره الاولمبيه هتبقى افترضا في سنه 2020، ولو ان الدوره دي كانت 3 سنين مش 4 سنين، يعني من 17 ل 20، فإذا انتهت الدورة سنة 20 لازم يلحقها على طول الانتخابات. أما لو الدورة انتهت 21 فهيلحق الانتخابات بعد الدورة في 21 عشان يبقى أكمل ال4 سنين. لكن مهم جدا برضو ميعاد الدورة الأولمبية، لأنه بيؤثر في أمور كثيرة جدا برضو منها الانتخابات، يعني هو ده اللي أنا عايز أوصل له، يعني إن الدورة ميعاد الدورة الأولمبية مهم، لانه في النهايه انتخابات محليه في كثير من الاتحادات المحليه لها بتنتظر انتهاء الدوره الاولمبيه. ده
تمام. لو الدوره الاولمبيه هتنتهي السنه دي لو الدوره الاولمبيه هتبقى السنه دي انتخابات 20، لو السنه الجايه تبقى انتخابات في 21. طيب باشمهندس هشام، برضو عايز اسال حضرتك عن الاجراءات الاحترازيه اللي خدتها اللجنه الاولمبيه خلال هذه الفتره اللي تم تعليق فيها النشاط الرياضي. يا فندم تاني معلش الصوت راح. بسال حضرتك عن الاجراءات الاحترازيه اللي خدتها اللجنه الاولمبيه بعد تعليق، بعد قرار تعليق النشاط الرياضي. والله كل الاجراءات الاحترازيه، تعليق النشاط الرياضي هو نفسه اجراء احترازي. نعم. عشان نقلل التجمعات. اللجنه الاولمبيه نفسها دلوقتي بتشتغل ب 10 موظفين اللي هو بيسيروا الاعمال العاجله واللي مرتبطه بالحاجات اللي هي بالدوره الاولمبيه. ايوه. ومقفوله اللجنه الاولمبيه كلها، اغلب الاتحادات مخففه عندها الموظفين، التعقيم شغال على اللجنه الاولمبيه وشغال على الاتحادات باذن الله، وبنعتبر الفتره دي نقلل الاحتكاك على قد ما نقدر، نقلل كثافه الافراد عشان نقلل احتمالات العدوى، لان الكورونا مش حاجه صعبه، انما السيطره عليها لو زاد العدد هي دي المشكله. فاحنا عايزين على اقل ما يمكن يكون في اصابات، يبقى الدوله تقدر تسيطر على الاعداد القليله اللي ما فيش دوله في العالم عندها الامكانيه ان هي تسيطر على كميه من العدوى كبيره جدا في افراد كتير جدا. تمام. نرجع مره اخرى للدوره الاولمبيه، هل حضرتك هناك تواصل مع ابطالنا الاولمبيين اللي بيتمرنوا، والتواصل ده بيتم ازاي يا فندم؟ طبعا احنا متواصلين معاهم وعارفين الخطه وبنتابع الخطه بتاعتهم يوم بيوم، وبنشوف لو في اي انحراف من الخطه، اي انحراف عن الخطه اللي موجوده بنقاومه في ساعتها، ومع اتصال بالاتحادات على طول، واي احتياجات من الاتحادات على طول بيبقوا على تواصل معانا، واحنا على تواصل شديد مع وزاره الشباب والرياضه ومع معالي وزير الشباب والرياضه في العلاقه الجميله اللي موجوده دلوقتي، والتناغم الشديد اللي موجود، اللي هم ما بيأثروش معانا في اي حاجه. وانا عندي يوميا مع معالي الوزير اتصال يومي عشان نقدر يعني نمشي لغايه اخر خط ان شاء الله لفايده البلد واولادنا يعني كلهم. تمام. أنا بشكر حضرتك يا فندم، شكرا جزيلا. المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية.